زميلاته وزملائه وعلى أفراد عائلته يلقي علينا جميعا واجب رفعه. اليوم الحزب الاشتراكي الموحد بشراكة مع العائلة ومع مركز بن سعيد أيتي الدير ومع جمعية المؤرخين ومع الجامعة اللي انتمى لها الفقيد الراحل إبراهيم ياسين كننظموا جميعا حفل تأبيني لواحد من رجالات اليسار أو في الحقيقة واحد من رجالات المغرب اللي هو إبراهيم ياسين اللي اكتسب واحد الصفة قلال اللي اكتسبوها. إذا كان الفلسطينيين لديهم حكيم الثورة الفلسطينية جورج حبش فاليسار المغربي عنده حكيمه والحكيم هو إبراهيم ياسين، هذا الذي جمع بين التفكير والتنظير وبين الممارسة، هذا المناضل الذي جسد فعليا نظريات اللي أسسها المفكر الإيطالي الماركسي غرامشي خصوص المثقف العضوي. فإبراهيم ياسين لم يكن يمثل نفسه ولم يكن يمثل الحزب فقط، بل كان يمثل الطبقة التي آمن بقضاياها والطبقة التي ناضل من أجل قضاياها. إبراهيم ياسين هو قائد اجتماعي، قائد سياسي ومفكر كذلك، كان متواجدا في كل الحركات النضالية اللي عرفها الشعب المغربي منذ الحراك في ستينيات القرن الماضي وفي سبعينيات، وختمها بالمشاركة الفعلية وبالتنظير الفكري والتواجد في الميدان إلى جانب شباب وشابات حركة 20 فبراير، كان دائما معهم، وكذلك تواجده وتبنيه لحراك الريف ولمطالب شباب الريف، وكان كذلك من الدعاة آخر لحظة إلى ضرورة إطلاق سراح معتقلي ومعتقلات الريف، وظل لآخر لحظة في حياته يناضل من أجل مغرب حلمنا به ولا نزلنا نحلم به، مغرب الكرامة، مغرب الحرية، مغرب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية. فقدان إبراهيم ياسين ليست خسارة للحزب الاشتراكي الموحد، ليست خسارة فقط لليسار، بل هي خسارة للوطن ولكل التواقين إلى وطن جميل، إلى مغرب يتسع الجميل. مات إبراهيم ياسين لكن قيمه ومبادئه لم تمت، عهدا سنظل عليها، عهدا سنظل أوفياء لك رفيق إبراهيم ياسين، رحم الله الرفيق، وتعازينا الحارة لعائلته الصغيرة والكبيرة. المناضل الأستاذ إبراهيم ياسين اللي هو من القادة اليساريين الكبار في بلادنا، وبرحيله اليوم احنا نريد إحياء ذكرى الوفاء، لأن هذا الرجل المناضل الشامخ قدم الكثير من أجل شعبه ووطنه ومن أجل التقدم باتجاه البناء الديمقراطي، ونريد اليوم يعني دعوة العديد من عاشروه الوقوف على خصاله، الوقوف على الواجهات المتعددة لنضالاته كي يستمر هذا النضال، وكي يستلهم جيل الشباب والشابات من هذا الرجل الشامخ الذي ربط السياسة بالأخلاق ما يمكن أن نقدمه في إطار التقدم ببلادنا نحو بناء دولة الحق والقانون، بناء مغرب المواطنة الكاملة والعدالة الاجتماعية، وكذلك أن يستمر النضال من أجل القضية الفلسطينية التي حمل همها، وهي اليوم تعرض إلى حرب شاملة وحرب إبادة للشعب الفلسطيني، والتي تتطلب منا كشعب مغربي أن نواصل معركة يعني إلغاء التطبيع مع الكيان الصهيوني ومواصلة دعم الكفاح الفلسطيني حتى النصر وبناء دولة فلسطين مستقلة وعاصمتها القدس وتحرير الأسرى وعودة اللاجئين. فرحم الله فقيدنا، وأنتم تعرفون بأننا فقدنا في الآونة الأخيرة يعني مناضلا آخرا شامخ، واللي هو المناضل المجاهد الرفيق بن سعيد أيتي الدر، ونحن بطبيعة الحال متأثرون بهذا الفقد البليغ، ولكننا في نفس الوقت نريد أن يستمر مسارهما ومشوارهما المتميز.